السلام عليكم. الاهلي ينتصر على الزمالك في قمه الدوري المصري. عايز اقول لك مفارقه غريبه جدا عشان تعرف ان احنا عايشين في موسم استثنائي فعلا، وفي شويه مشاكل في الكوره كتيره جدا. ده مباراه مؤجله من الاسبوع الرابع، يعني احنا النهارده في الاسبوع ال 18 في الدوري المصري. الاهلي والزمالك بيلعبوا مباراه مؤجله من الاسبوع الرابع. تخيل كل الاسابيع دي ما كانش في فتره او وقت متاح ان الاهلي والزمالك يلعبوا مباراتهم بتاعه الدور الاول. كمان في مفارقه عجيبه ان ده الاسبوع ال 18 صحيح، لكن الاهلي لعب 12 مباراه بس، الزمالك لعب 15 مباراه. كل الكلام ده بعد المباراه المؤجله دي ما اتلعبت. الزمالك على القمه برصيد 33 نقطه، والاهلي الثاني برصيد 30 نقطة، لكن فرق 3 مباريات. لو قدر الأهلي يفوز فيهم هيتخطى الزمالك بفارق 6 نقاط. كل ده كويس وكل ده جميل، لكن عايز اقول لك ان القمه دي المره دي خلتني سعيد الحقيقه. عايز اقول لك انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، لكن انا كنت سعيد ليه؟ لان كان في مكتسبات كتيره جدا من المباراه دي ما شفتهاش قبل كده، او ما شفتهاش في الفتره الاخيره في مباريات القمه. اول مكتسب بالنسبه لي هو الروح الرياضيه العاليه اللي ظهرت بين اللعيبه قبل المباراه وبعد المباراه، ودي كانت حاجه حلوه جدا وكنت منتظرها، ولو ما كانتش حصلت كنت هبقى زعلان، لكن الروح الرياضية حاجة حلوة جدا. تاني حاجة الأداء الحلو اللي شفناه في المباراة، الأهلي أدى كويس في الشوط الأول، الزمالك أدى كويس، وهرجع فنيا وأقول لك إن الزمالك كان أفضل في المباراة دي. في مجمل المباراة 90 دقيقة الزمالك كان أفضل، كان يستحق التعادل، ولكن في ظروف كتيرة جدا خلت النهاردة الأهلي يتفوق ويفوز بالمباراة 2-0 2-1. طيب حاجة تالتة ودي حاجة مميزة جدا، وهي التحكيم المصري. النهاردة البنا أدى مباراة خرافية بمعنى الكلمة، حكم على أعلى مستوى، رجع لنا الثقة في التحكيم المصري اللي بقالنا كتير بنتكلم كتير عن التحكيم المصري ان هو مش حلو قوي، لكن البنا النهارده كان اكتر من رائع. عايز اقول لك تشكيله الفريقين، الاهلي كانت تشكيله متوازنه، الاهلي كمان الزمالك كمان كان عنده تشكيله جيده جدا، ولكن كل ده في غياب بعض اللاعبين المؤثرين سواء هنا او هنا، لكن ما اعتقدش ان ده اثر كتير فنيا على ارض الملعب، وهقول لكم برضه ليه. المباراه بدات بدقيقه حداد قبل انطلاق المباراه، دقيقه الحداد كانت على ارواح ضحايا قطار طوخ. المباراه بدات سريعه جدا بهدف من السفاح محمد شريف. بصراحه محمد شريف يستحق مكانته الاساسيه في النادي الاهلي في ظل وجود اي لاعب في الاهلي حاليا. طيب كان في ترقيصه حلوه جدا من ايمن اشرف قبل اللقطه دي، مش عارف الناس شافتها ولا لا، بس الترقيصه كده كانت غريبه، دب برجله في الكره بسن بالراحه كده، اوهم لاعب الزمالك ان هو يرفعها لكن ما رفعهاش، وبعدين بصها حلوه جدا لمحمد شريف اللي سجل هدف رائع جدا. بعدها على طول شيكابالا بيسجل هدف مارادوني ولا اروع. ماركه شيكابالا بصراحه، شيكابالا بيقدم مواسم حلوه جدا او ماتشات حلوه جدا الموسم ده، اعتقد ان هو ممكن يكمل مع الزمالك الموسم اللي جاي. اتمنى ان هو يتوج مجهوداته دي ببطوله مع نادي الزمالك، ما كانش السنة دي يبقى السنة الجاية إن شاء الله. بعد هدف شيكابالا على طول، شيكابالا احتفل بطريقة حلوة جدا وقال لك أنا نمبر 1، لكن دقيقتين بالظبط محمد شريف رجع تاني وتسديدة صاروخية، أعتقد إن كان ممكن جنش يتعامل معاه ويصدها، لكن تسديدة صاروخية منحت الأهلي الهدف الثاني والتفوق، واللي انتهى بالشوط الأول للمباراة 2-1. عايز أقول لك إن الشوط الثاني ينفع أقول إنه كان من جانب واحد من ناحية الزمالك، الزمالك تفوق بشكل كبير جدا في الشوط الثاني، أو وضح تفوقه في الشوط الثاني، لأن الأهلي ما سجلش. الزمالك كان كويس جدا في الشوط الأول لكن استقبل هدفين، فده يعني تفوق النادي الأهلي، لكن الشوط الثاني كان واضح جدا إن الزمالك أفضل، إن الزمالك قادر على التسجيل. جات له فرصة مهمة جدا من ركلة الجزاء، اللي هي الفرصة اللي اتحسبت ركلة الجزاء بعد الرجوع للفار، كانت ركلة الجزاء صحيحة احتسبها الحكم البنا. وكالعادة أو كالعادة في الفترة الأخيرة محمود علاء بيضيع ضربة الجزاء. عايز أقول محمود علاء سددها كويس فعلا المرة دي، لكن علي لطفي تألق تألق غير طبيعي. وفي الطبيعي يا جماعة لما يكون في حد مش موفق في ضربات الجزاء لفترة طويلة المفروض ما يشوطش ضربة الجزاء، يعني أنا ما كنتش أرجح أبدا إن محمود علاء يشوط ضربة جزاء المرة دي، لكن مع علي لطفي تألق تألق غير طبيعي، أثبت إن هو بديل جاهز جدا ورائع جدا للشناوي، وإن هو ممكن يلعب أساسي في أي فريق تاني. علي لطفي النهاردة كان رائع جدا ويستحق
العلامة الكم. اللي خليني اقول لك ان الزمالك كان متفوق النهاردة، شوف الاستحواذ، شوف الزمالك وصل للمرمى في كم مناسبة. حتى في الدقائق الاخيرة كان الاهلي متراجع جدا، الزمالك كان ممكن يقدر يسجل، لكن للأسف اول حاجة ما استغلش الفرص، تاني حاجة واضح جدا تفوق كارتيرون على موسيماني. اسأل اي واحد اهلاوي كده ايه رأيك في موسيماني الفترة دي، هيقول لك ان هو ما عندوش ثقة كبيرة فيه، حس ان امكانياته اقل من ما كان متوقع، تحس ان هو بيحقق انتصارات كده بقوة اللعيبة. يعني عايز اقول لك النهاردة المهارة العالية جدا للعيبة الاهلي هي اللي تسببت في الهدفين، بقيت المباراة انت ما شفتش اداء تكتيكي عالي من موسيماني، شفت تفوق كبير لكارتيرون وظهر جدا في الشوط الثاني. يعني من الاخر المباراة دي تفوق فيها المدرب كارتيرون على المدرب موسيماني، لكن تفوق فيها لعيبة الاهلي على لعيبة الزمالك واستحقوا الفوز والثلاث نقاط. انا واحد من الناس اللي كانوا معترضين جدا على عودة كارتيرون بعد الطريقة اللي مشى بيها، ولكن طبعا كان له مبررات كتيرة جدا وادارة الزمالك كلام مبررات، ولكن النهاردة كارتيرون أثبت أنه مدرب جيد جدا، ولكن لم يحالفه الحظ، لأن مش هو اللي هينزل يحط الكرة برجله في المرمى. ثلاث فرص للتهديف جم للزمالك في الشوط الثاني، واحدة منهم من ضرب الجزاء لم يستغلها محمود علاء، لكن في المجمل الزمالك كان أفضل من الأهلي، لكن الأهلي قدر يحقق الثلاث نقاط. مبروك للأهلي، قمة رائعة جدا من وجهة نظري. ليه أهم حاجة؟ لأن أداء الفرقتين كان حلو جدا، كمان التحكيم كان حلو قوي، وآخر حاجة وأهم حاجة هي الروح الرياضية العالية اللي ظهرت بين اللعيبة، ودي كانت بالنسبة لي أروع حاجة في المباراة. مبروك للأهلي، هارد لك للزمالك. الزملكاوية مش زعلانين النهاردة لأن هم شافوا أداء أكثر من رائع من فرقتهم، وأتوقع أن الزمالك هيتطور أكثر الفترة الجاية وهيبقى هو على القمة، لكن فرق زي ما قلت لكم ثلاث مباريات بينه وبين الأهلي، لكن أعتقد أن الزمالك هيكون منافس قوي جدا في البطولة دي على لقب الدوري العام. شكرا لكم، شوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.